السلام عليكم. اليوم نروحوا للولايه تاع بيجايه لنقف على الاشغال نتاع الشطر الاخير من اللي يربط مدينه اذن بيجايه بطريق سياش غرب، وهذا الشطر الاخير اللي يقع اذن عند مدخل مدينه بيجايه. الان الاشغال راهي على قدم وساق لاتمامه، يعني في حوالي 16 كيلومتر بقات من طريق سياش هذا اللي يعني تمت كل الاشغال به، وبقي هذا الشطر الواقع ما بين نفق سيدي عيش إلى حدود ميناء بجاية. نترككم تتابعون الزيارة نتاع والي ولاية بجاية إلى الموقع نتاع المشروع، والسلام عليكم. المزدوج الذي يربط ولاية بجاية بالطريق السيار شرق غرب هو من بين المشاريع الكبرى، مشروع مهيكل ذو أبعاد حيوية تنموية واقتصادية تسرع المؤسسات المكلفة بالإنجاز الزمن لإتمامه. بمنشأته الفنية القاعدية، شطر وحيد على امتداد 16 كيلومتر هو كل ما تبقى من مشروع مهيكل متربع على مسافة إجمالية قدرت ب 100 كيلومتر من منطقة أحنيف إلى ميناء بجاية، منفذ هام استحسنه مستعملو الطريق بعد دخول أغلب أشطره حيز الخدمة. تقرين صورك سيدي عايش راه تفضل ورا الله زون نروقبو ساعة ثلاثة شوية ويا ما إلا ما إلا تسرحو كيا ترى الله يبارك قلي كدا قلي كدا نتسوالف 20 مينوت تسلف كسالا حمزة. لا كان تزيد تكمل إن شاء الله على بجاية يكون إن شاء الله الخير خير من هكذا، وديما راهي القدام إن شاء الله والله الحمد لله. كل غير طريق ما شاء الله تمشي مسرحة وبالخف تكون في بداية ولا غير سليمه وحدها طريق هذا ان شاء الله. هذيك من برينا ترونسون هذيك من ميل البوري كذا فيكم يا اللي بيريني برداني الكل نهار اللي درنا لا بينيترون هذيك نقشنا من العسل بزاف بزاف. كاين واحد الوقت كي نجيو نهبطوا من احليف الاحريق تقرينت من تقرينت حتى القصر نضربوا جوج سوايع ونص، دروك عندنا 20 دقائق ينقص العثاب. لا ما شاء الله دي كراسي العبد واليوم بايميتو غادي نباريك دون بلا 4 ساعات 5 ساعات دي كراسي زيك على 90 دوبري ذا قديمة توتر 5 سوايع 6 سوايع 7 فيريكوم يا لي سي ميري مورك تورا تروح تسيس العقري كتعد ما تروح 80 100 تاع الطروازه. في كل محور من محاور هذا المشروع وعلى امتداد النقطتين الكيلومتريتين 11 و16 تصطف ورشات الإنجاز في ديناميكية تترجمها عمليات شق هذا الرواق الرئيسي. لقد تم التسليم 84 كيلومتر على 100، وحاليا يعني الأعمال راهي بين الشطر نقطة كيلومترية 16 حتى نقطة كيلومترية 11، يعني بين مرج ومان وبلدية وضغير اي كومبري اعمال تاع لي شونجور تاع وضغير. على مستوى النقطة الكيلومترية رقم 11 يزداد تركيز المقاولات المكلفة بالأشغال على تثبيت الدعامات الأساسية تحسبا لعمليات وضع روافد محولي شبكة الطرق الاجتنابية. في هذا المقطع من 16 كيلومتر الموجودين كل كيلومتر من هذا 16 كيلومتر يوجد فيها ورشه على 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 قدم الوساق وتعرف تقدم كبير، وكذلك مواد الطمي على ما راها تسير بوتيره مقبوله جدا. هذا المشروع جد مهم بالنسبه للميناء بجايه وبالنسبه كذلك المناطق الصناعيه الموجوده على مستوى هذه النقطه الكيلومتريه، وهي المنطقه الصناعيه للقصر الذي سيربط مباشرة بهذا طريق السيار، ما يجعل يعني الصناعيين مستثمرين مباشرة يعني الاتصال إما بطريق السيار شرق غرب على مستوى بني منصور أو بما يتعلق بالميناء. في انتظار تسليم الشطر الأخير من منفذ هذا الطريق المزدوج إلى آخر نقطة بالميناء، تكون الولاية أمام واجهة اقتصادية تنموية حيوية. Thank you.